نفهم من الدكتور أشرف بتقصد إيه يا فندم بالفريم اللي ربنا قال عليه؟ تعليمات الأديان، يعني ربنا قال الراجل يعمل كذا، الست تعمل كذا، هو ده الفريم، مش أنا اللي حطه ولا الرجالة اللي حطاه، ده ربنا اللي حطه. أنا عايزة حضرتك تشرح لي إيه هو الفريم عبارة يعني عن زي إيه؟ زي زي ما ربنا قال ماشي في سورة النور، خلاص إن الرجالة تغض بصرها والستات كمان تغض بصرها. على فكرة غض البصر اللي في ناس فاهمة إن غض البصر ده للراجل بس. لا، غض البصر ده آيتين ورا بعض في سورة النور، الأولى ماشي كل المؤمنين يغضوا أبصارهم، والآية الثانية كل المؤمنات يغضوا أبصارهم. ماشي فالآية مختلفين. لا لا مش مع حضرتك، انا بتكلم يعني عشان المشاهدين، في ناس فاهمين ان غض البصر ده للراجل بس، يعني المفروض الراجل هو المطالب بغض البصر، لا الست كمان مطالبه بغض البصر. خلاص فلو احنا هناخد جريمه التحرش ان الراجل بيبص للست، اوكي هو كده انتهى خصوصيتها، والست كمان لو بصت للراجل. طب هسأل حضرتك سؤال يا دكتور، برضو ده يعتبر نوع من انواع التحرش. هل حضرتك شايف انه في مبرر ممكن نديه للمتحرش؟ لا مفيش مبرر. لا مفيش، انا ده اول يا جماعه اللي قلت مبرر. طبعا حضرتك شايفه ان في مبرر؟ مش هبرر جريمه، يعني مش هبرر جريمه. لا اما النهارده بقى ابقى عامل زي الطيارات الارهابيه اللي هو ده قال كذا يبقى ده كافر اروح اقتله. ماشي يعني احنا مش هنوصل للمرحله دي. انا بعتبر ان المتحرش باي بنت او امراه او فتاه او طفله او ده داعشي ارهابي مجرم، ويجب ان يعتقل اعتقال جنائي زي ما التانيين بيعتقلوا او يعاقبوا معاقبه سياسيه ضد الدوله. لان المراه المصريه اللي سندت بلدها وقفت عشان تسند اسرتها، وعندنا 12 مليون ست معيله بتخرج للعمل بتبقى خايفه وهي خارجه، وهي المسؤوله عن اداره بيت وعن الانفاق على اطفال وعلى عيله كامله، بتبقى خايفه. ممكن رئيس العمل يتحرش بيها ويهددها في اكل عيشها، ممكن استاذ الجامعه مع بنت وحصلت حاجات زي كده كتير، المدرس في المدرسه المدرس في المدرسه. انا لازم احمي الست المصريه من كلمه تحرش، من مجرد ازاي حضرتك شايفه ممكن يكون ازاي الموضوع سلاح ذو حدين، عشان برضو نبقى متفقين. يعني انا مع تغليظ العقوبه على المتحرش خلاص، طبعا بس تغليظ العقوبه على الست اللي هي بتدعي ان واحد اتحرش عليها ويطلع بلاغها كاذب. لان النهارده النهارده بقت مشهوره دلوقتي بس يعني هل دي يعني فيها نسبه يعني كبيره؟ يعني القضيه اللي حضرتك بتتكلمي عليها طبعا انا مش عايز اتكلم عليها. لا لا معلش عايز ارد على دي. حضرتك كده بتقول للبنات ما تبلغوش، لا لانه لو ما ثبتش وخدوا براءه انتوا هتضيعوا. ده انا عندي سؤال في الحته دي. لا الكلام. طبعا انا بدي سلاح طبعاً. بدي سلاح النهارده. انا واحده متضايق من واحد يا فندم، واحده متضايق من واحد من مديرها في الشغل، ما رضيش يوافق لها على اجازه، تقوم عامله له صفحه باكونت فيك وحاطه صورته، وده اتحرش بيا. الراجل ده عنده عيله، عنده اسره، عنده اولاد، مش انت دمرتي مستقبله. الكلام ده يا اشرف بس صعب ان بنت تفضح نفسها. ده اصلا الحقيقه ما بتبلغش. البنت اللي بتكون في حقيقه الامر القضيه اللي حضرتك بتتكلمي عليها، واحد اتحرش بيها، القضيه اللي حضرتك بتتكلمي عليها الخفيه. طب واحده واحده عشان نسمع بعض. القضيه اللي حضرتك بتتكلمي عليها اللي هي دلوقتي قاعده تحيه، طبعا مش عايز اتكلم فيها لانها في النيابه وهيبان فيها كل حاجه خلاص. انما احد الحاجات اللي اتنشرت ان اول بنت اتكلمت على موضوع احمد بسام ده طلع اكونت فيك وجايبه صور بنت سوريه خلاص وحطاها وعامله اكونت. طب معلش وطلع ولد في الاخر. معلش معلش عشان هي ما جتش تكشف عن حقيقتها. لا 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 احد الحالات. معلش بس افهم الدكتور اشرف حاجه. يا دكتور طب ممكن اتكلم يعني عشان بس حضرتك اللي بتتكلم من مين بيتكلم؟ احنا عارفين نتكلم. لا لا اصل انتوا بتاخدون يعني انتوا بتاخدوني تاخدوا جمله من كلامي وتبنوا عليها كلام انا ما قلتوش. طيب هنهد البنيناه وحضرتك اللي انا بقوله كده خلاص. الموضوع سلاح ذو حدين تمام خلاص ماشي. النهارده انا مع تغليظ العقوبه على المتحرش، بس انا انت مش حابب تكلمي لسه النهارده مسلسل 100 وش البنت اللي كانت سرقاه في 750,000 جنيه، نصب عليه 750,000 جنيه، شافها في محل. ده الاستثناء دخل يمسكها. مش على فكره ثواني استثناء ماشي بس موجود، دخل المحل عشان يمسكها ماشي. راحت عملت له محضر تحرش. بتكلم على ظاهره يا دكتور انا ما بتكلمش. بصي النهارده ما هو النهارده لو واحد هيتظلم ايوه واحد هيتظلم هو الواحد اللي هيتظلم ده مش في حاجه اسمها تحريات. بس انت كده حريك اللي بقوله النهارده يا جماعه ماشي انا ضد التحرش. ده هيخوف كل بنت ان عندها وقع التحرش حقيقيه انها تعمل. بس لازم يا جماعه الموضوع ما يتسابش كده مفتوح كده. يعني النهارده اي واحده النهارده تروح تقول لواحد ده اتحرش بيا يبقى خلاص صدق الله العظيم اتحرش بيها. طب يعني